اهلا وسهلا فيكي، وهنبدا مع بعض ان شاء الله كذا فقره خفيفه لطيفه ان شاء الله. واتهامات. واتهامات. انت مع زمان السيد. ست زمان ما كانتش كسوله، دي كانت عامله زي النحله في البيت. كيف تشوفي ادم كادم كرجل من 2005 لليوم؟ 99.9% من الريايل عينيهم زايغه. انا لو ببيع فجل وجرجير في الشارع هرجع ابيع فجل وجرجير. جاهزة للاتهامات؟ احنا كشعوب عربية عندنا الخوف من التابو اللي اسمه الجنس ده. الوضع اتغير دلوقتي، بقى الراجل هو اللي بيتدلع. طالما انا بتنفس انت بخير. ما نقدرش نلوم سواء ادم او حواء، يعني ما نقدرش نلوم اي حد ان هو خايف يواجه المسألة.